تمشى داخل السلم. تري بيان. فهاد لاسوسياسيون هادي كنستقبلوا اطفال ذوي احتياجات خاصه اللي عندهم توحد ثلاثي صبغي ولا شلل دماغي، فكل واحد كنخدموا معاه بواحد لو بروجي ثيرابوتيك لي ادابتي لي بيزوان ديالو. بيان سور كنحاولوا نخدموا على لي كومبيتونس وعلى لي شوز اللي ناقصين عند كل وليد ولا كل بنيته، باش نحاولوا بيان سور نحققوا الهدف ديالنا الكبير اللي هو يحققوا ذاتهم وسط لا سوسيتي ديالنا. الجمعيه كتحتفل باليوم العالمي للاعاقه اللي كيصادف 3 ديسمبر من كل سنه، وهي مناسبه للتذكير بهذه الفئه اللي عندها حقها في المجتمع، اللي هي تاهي كتعاني ولا زالت تعاني، ولكن الحمد لله بفضل تضافر الجهود ديال المؤسسات الدوليه وصاحب الجلاله والجمعيات وفئات المجتمع المدني استطعنا اننا نوفر لهم بعض الخدمات اللي هي خدمات طبيه وشبه طبيه ولا الرياضه المختصه ولا الموسيقى المختصه، اللي من خلالها كنحاولوا اننا نملؤوا الفراغ اللي كيعانيوا منه. وكذلك حنايا في هذا المركز اللي هو الكائن مدرسه عمار بن ياسر الابتدائيه في اطار الشراكه المبرمه مع الوزاره التربيه الوطنيه والاكاديميه الجهويه ونيابه الرباط، اللي عطونا هذا الفضاء اللي حاولنا من خلاله اننا نوفروا هذه الخدمات. الوليدات اللي عندهم صعوبات راه كيتلقاو الخدمات ديال الطبي وشبه الطبيه، راه ما تحسن الحاله ديالهم انهم يقدروا انهم يواكبوا ويكونوا في اقسام اللي هي مدمجه. بالنسبه لي عندي طفل توحدي، كنشكر الجمعيه ديال سفراء السعاده مسيو مونير ومدام ايمان بزاف على الخدمات اللي قدموا لينا. بالنسبه ليا كأم كنت كنعاني بزاف الحوايج، ولكن هما قدموا لي بزاف المساعدات وكاين تحسن. كاين الطب، كاين السبور، كاين ليكيتاسيون، كاين الموسيقى، كاين كل شيء. تنشكر هذه الجمعيه على المجهود ديالها وعلى الخدمات ديالها، الحمد لله. وفعلا هادشي كنقولوا من قلبي، النهار اللي جا ولدي لهاد الجمعيه هو غادي مزيان. المساعده الاورتوفونيست سيكولوج ما كنعرفش نقولهم كاملين، مي كاملين تبارك الله عليهم راه دايرين مجهودات معنا وكثر، حتى حنا راه كيهيئونا نفسيا. كاين تحسين، كاين تحسين الحمد لله كاين. بعد انا ولدي تنشوف فيه كلشي مزيان الحمد لله، وحتى هما راه دايرين مجهودات اكثر من القياس. حنايا كنديروا التربيه الدامجه للوليدات اللي عندهم طيف التوحد، وكنخدموا مجموعه من البرامج منها لوغتوفونيست بسيكوموتريسيان و لا بسيكولوج ولا لا ميزيك ثيرابي الكيني سبور ادابتي. كل برنامج كنخدموه بطريقه بوحديته، والاطفال كل واحد كيكون كل كاو كيفاش كنتعاملوا معاه. داكشي علاش شويه صعيب الحال، مي الحمد لله كنتمناو الاحسن، وكنتمناو حتى لي بارون يكونوا راضيين على المجهود اللي كنديروا مع وليداتهم، ويكونوا حتى هما قابلين بداك التحسن اللي كيشوفوا في وليداتهم، ونتمناو الخير ان شاء الله.